بس الملخصات ما كانوا ملخصات، فحسنت علامتي ب4 نقاط باسبوع واحد تخيل. بعدين الانسه قالت لي انت كتير كنتي هيك فايته ببعضك، جبت 13 نقطه. وانا مرحبا يا حبيبين، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. وانتو عم تشوفوا هذا الفيديو، بعرف 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 اني تاخرت كثير مشان انزل الفيديو هاد، وبصراحه ما عاد في اي حجه لكم اياها، يعني خلص الحجج. و بتعرفوا جاي شو مشكلتي؟ مشكلتي هي انه بنزل كم اسبوع ورا بعض، اوكي، بعدين بلاحظ انه ما في دعم، وبعدين بطل اني نزل. بس هو الواحد لازم ينزل لشهور كل اسبوع ورا بعض، فانا يعني ما في عندي صبر. المهم فبتعرفوا اني عملت الابيتور قبل بسنه، او البكالوريا بالمانيا، وهلا نحن بالشهر الثاني، فالامتحانات رح يكونوا بعد شهرين او 3 شهور. فقلت انه هذا الوقت المناسب اني اعمل لكم فيديو عن تجربتي وشو فيني انصحكم وهيك شغلات، لانه كثير 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 عالم سالوا عن هذا الشيء. فبما انه من زمان ما عملت فيديو عن دراسه، قلت خليني اعمل هيك فقرة اسئله واجوبه عن الابيتور بالمانيا. ليتس جو. سالتكم على الانستغرام اذا مو متابعيني على الانستغرام شو عم تعملوا بحياتكم. هذا هو الانستغرام تبعي، روحوا تابعوني. زاروني تراكس كيس عمرين. اكتبوا لي تحت بالكومنتات انتم باي صف وباي بلد عم تدرسوا. عم شوف اول سؤال، البنات حلوين هنيك. اوكي، اول سؤال، شو الكاي اللي اخترتيهم وكيف تجربتك بشكل عام؟ انا نفسي ادرس طب بس صعب كتير. اول شيء الكاس او اللايسنس كورس، هن الكورسات اللي بتاخدوها مشدده، مثلا كل شخص بيعمل البكالوريا هون في ويختار مادتين بياخذهم بشكل مشدد بالاسبوع. يعني مثلا انا كنت مختاره انجليزي والجزونتهايت اون سوشياليس، انا كنت اخذ 5 حصص انجليزي بالاسبوع، ورفقاتي التانيين كانوا ياخذوا بس حصتين، والعالم التاني اللي مثلا اختاروا رياضيات او هيك كانوا بياخذوا 5 حصص رياضيات بالاسبوع، وانا كنت عم اخذ 2 أو 4 او هيك شيء. فالمواد اللي بتختارون كلايسنس كورس بيكونوا اصعب من الكونت كورس اللي بيكونوا المواد العاديين. كيف تجربتي بشكل عام؟ صراحة تجربتي الابيتور كانت صعبة. يعني خاصة بآخر فترة، وكمان كشخص ما كان عايش بألمانيا أو مو ألماني، بحس الشغلة كتير كتير صعبة. بس ما في شي سهل، وإذا أنا قدرت أعمل أبيتور صدقوني أنتو كمان بتقدروا تعمل أبيتور، فلا تخافوا كتير من الشغلة. إذا ما كان فيك صعوبات بحياتكم ما رح تقدروا أنه تطوروا حالكم. ف كان صعب، بس هلأ أنا يعني بعرف أكتر، بعرف كيف أدرس، بعرف كتير، مع عندي كتير معلومات، لغتي تحسنت. حدا كاتب لي مستحيلة البكالوريا، لا ما في شيء مستحيل. ما قلت لكم إذا أنا قدرت أعمل البكالوريا أنتوا كمان فيكم تعملوا هذا الشيء. يعني هي بدها دراسة كتير، وطبعا مو لكل حدا. كمان أصلا إذا جبتوا معدل خلونا نقول 3 فاصل شيء، كمان بتقدروا تدخلوا على الجامعة، يعني ما فيها هالقد من الصعوبة صدقوني. كيف عم تداومي بالمشفى وانت لسه ما فتي جامعة؟ مثل ما قلت لكم، هي السنة اللي انا عم اعملها هي سنة تطوعية اسمها FSJ، يعني في خايف ليك السوشياليسيا، وانا عم اعمل هذا الشيء مشان اول شيء ادخل بهذا المجال، شوف اذا شغل المشفى حلو مو حلو، بدي اشوف كثير شغلات اتعلم اول شيء. يعني انا من يومي وكنت عم ادرس ادرس ادرس، يعني حرفيا شهادة السواقة الامتحان النظري درست له شي 2 يوم او هيك، والامتحان العملي يعني كان كتير كتير صعب بالنسبة لي، فانا شخص ماني عملي ابدا ابدا ابدا، فكتير كان بدي احسن هذا الشيء. فعملت هاي السنة مشان هيك اطلع من جو الدراسة شوي وفوت هيك بالشغل والفيقة بكير مشان الشغل وهيك، عرفت كيف؟ هل بتعمل البكالوريا لكل المواد وموحد في كل البلد؟ اول شيء في 16 مقاطعة بألمانيا، وكل مقاطعة بيعملوا الامتحان غير. انا كتير بكره هذا الشيء، لانه زاكسن وبيان
معروفين انه الامتحانات تبعهم كتير صعبة. يعني حرفيا اذا جبتوا هون 3.0 فيكن تجيبوا مقاطع تانية ما بدي اقول اسمها مشان ما تهجموا كلياتكن علي، فيكن تجيبوا 1.0 من كتر ما مقاطعتي متشددين بالبكالوريا والامتحانات وهيك. قبل 3 سنين قبل ما فوت على البكالوريا قلت لأبي وأمي بترجاكم خلونا نطلع من هاي المقاطعة، خلونا نطلع منها، بس ما قدرنا انه نطلع. لهيك للأسف عملت الأبيتور هون. بس هيك كان بدي لكم انه بحس هذا الشيء مو حلو بألمانيا، انه كل الطلاب ما بيكتبوا نفس الامتحانات، وهذا الشيء هيك يعني مانو فير. والبكالوريا لكل المواد، هلأ البكالوريا هن هون 3 سنين، بآخر سنتين كل العلامات اللي جمعتهم بال11 وبال12 بينجمعوا مع بعض. وكمان في لسه الامتحانات النهائية، هدول الامتحانات النهائية بيكونوا تلت المجمع، يعني تلت العلامة بتجي من الامتحانات، باقي العلامة بيكونوا العلامات اللي جمعتهم بآخر سنتين. ونحن يعني كل نص سنة في جلاء، فبيكون عندك 4 جلاءات، وهدول العلامات بنحسبوا مع بعض، جمعوا مع بعض، وبعدين في لسه الامتحانات. طبعا انا هلا عم احكي عن مقاطعة ساكسن، بس بظن بالمقاطعة الثانية كمان تقريبا نفس الشيء. فيكي تعطينا الطرق يلي كنتي تدرسي وتحفظي فيها؟ مرة حكيتي انه رح تعمل فيديو عن طريقة الحفظ بفيديو الدراسة، بليز حبايبي عملت فيديو عن هذا الشيء، واجهتكم كتير 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 شغلات ساعدتني كتير، فعن جد بنصحكم من كل قلبي انكم تروحوا وتتابعوا هذا الفيديو، رح احط لكم يا ما هون او هون، لانه كتير مفيد. كيف كنت تدرسي او تحضري حالك لامتحان؟ صراحة في شيء انا كتير كتير فخورة فيه، انه انا ما كنت ادرس باخر يوم، يعني اغلب الاوقات كنت بلش قبل باسبوع او هيك شيء، وادرس كل يوم شوي وبعدين راجع الشغلات اللي درستهم. حبايبي المراجعة احسن 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 شيء فيكم تعملوه عن جد. بلشوا شيء 4 ايام قبل الامتحان. طبعا احنا هلا عم نحكي عن الامتحانات العاديه، الامتحانات النهائيه قصه ثانيه. طبعا كل حدا له ستايله بالدراسه، وفي عالم بيدرسوا احسن او اسرع لما بيكون عندهم هيك ضغط ولازم يخلصوا كل شيء بيوم واحد وهيك. كيف جهزتي حالك للامتحانات وكيف لقيتيهم سهلين او لا؟ بس انا عم بحكي عن الامتحانات الاخيره، فالامتحانات النهائية بصراحة حسيتهم كتير صعبين، خاصة بساكسن. يعني تفرجت على امتحانات المقاطعات التانية وأنا هيك، بس الحمد لله على كل شيء. لأنا شخص عندي توقعات كتير كتير عالية على نفسي، فدائما كتير بنقهر لما ما بعمل الشيء مثل ما أنا كنت متخيلته. هلا اول شيء خلونا نبلش بالرياضيات، لانه انا ما كنت كتير منيحه بالرياضيات، ما كنت ابدا منيحه بالرياضيات، بس عملت كل شيء مشان نكون احسن بالرياضيات. وعن جد بنصحكم كتير كتير تعملوا كورسات. في هيك كورس ما عمل اعلان من Study Help، انا عملته، وكمان اشتريت الكتب تبع Study Help دي اورجيكم اياهم. مين منا ما بيعرف دانيال يونغ؟ فهدول الكتب اللي ساعدوني كتير بالرياضيات. اذا انتم طبعا مناح بالرياضيات هدول الشغلات ما راح تلزمكم، بس انا ما كنت كتير منيحة، يعني كنت تقريبا يعني كنت هيك بالاثنين، يعني دائما اخذ 9 10 احيانا 11 8 وهيك شغلات يعني. وبالامتحان جبت 13 نقطة، وانا العالم اللي ما بيعرفوا انا عن شو عم احكي، ال 13 نقطة هن يكون الواحد ناقص، يعني في لسه 14 وفي 15، انا اخذت 13، وهذا الشيء كتير 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 كان منيح لي. فبنصحكم بهدول الكتب، طلعوا من كتر ما كنت عم ادرس فيه. وكمان عملت الكورس تبع Study Help، بظن كان 2 3 يومين، كل يوم 8 ساعات، كتير كمان ساعدني. فاعملوا كل شيء بيجي بايدكم، لا تهتموا بالمصاري، نوع المصاري بالاخير زبالة الدنيا. وكمان طبعا كنت دائما اعمل الامتحانات اللي قبلها، يعني Prüfung Simulation كنت
أعملهم بالرياضيات بالعلوم. وكمان بتنصحكم أنكم دائما 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 تحكوا مع أنسكم أو أساتذتكم بالمادة اللي أنتم مو كتير منيح فيها، وسألوهم إذا أنتم فيكم تحسنوا النقاط تبعكم أو العلامة تبعكم. مرة بالرياضيات عملت امتحان ما كان منيح أبدا أبدا أبدا، والامتحان اللي بعده كان لسه أكتر، يعني ما كان منيح أبدا، وبالأخير علامتي كانت كتير كتير سيئة بهذا الهلبية. فرحت وحكيت مع أستاذي قلت له أنا لازم أني أغير هي العلامة، وشاف أنه أنا كمان بدي، فحسنت علامتي بأربع نقاط بأسبوع واحد. تخيل. فالشي اللي بدي أقولكم يا أنكم تحكم على الأساتذة تبعكم، تورجوهم أنه أنتوا عن جد حابين أنكم يكون عندكم علامات أحسن. أي أغلاط بتقولي لنا ما نعملها هلأ؟ أنا الغلط اللي عملته هو أنه كنت عم أعمل ملخصات، بس الملخصات ما كانوا ملخصات، يعني كنت أكتب كل شيء مثل ما هو بس بخط أصغر. فإذا أنتوا عن جد بتكون تعملوا ملخصات، حاولوا أنكم تصغروا المعلومة قد ما فيكم، لأنه أنا ما عملت هذا الشيء وبالأخير درست كتير، وخاصة بالامتحان الشفوي لاحظت أنه لما كانوا يسألوني شيء كان في كتير شغلات بمخي، فما بعرف من وين بلش. وبعدين الآن سألت لي أنه أنت كتير كنتي هيك فايتة ببعضك، ما عم تعرفي وين تبلشي، ما عم تعرفي وين، أنه خلص كت بكفي، عرفت كيف؟ قديه طلع معدلك بالأخير؟ أوه ماي جاد، هذا السؤال حرفياً عم حاول دائماً أني أتجنبه، بس دائماً بيجيني. بحس هذا الشيء كتير كتير شخصي، بس بعرف شعوركم، بعرف أنه في عندكم فضول، وهيك أنا كمان عندي فضول ودائماً بسأل العالم قديش معدلكم، بس أنه بحس الواحد ما بينشر هذا الشيء على اليوتيوب أو هيك شيء، ما بعرف أنه هيك لسه ما بحس حالي 100% جاهزة انه اقول هذا الشيء على النت وكل حدا بيعرفه، عرفت كيف؟ هلا معدل الحمد لله كان كثير منيح، فيني اقول لكم هذا الشيء، فيني ادخل على حرفيا كثير شغلات، يعني ما فيني اقول لكم اكثر من هذا الشيء. اسفه. في وحده كانت بفضولي الوحيد اعرف شو بدك تتخصصي، صراحه حبيبتي انا كمان ما بعرف شو بدي اتخصص، يعني اعمل هي السنه بالمشفى مشان شوف هاد القسم كيف، اذا عجبني او لا. انا بصراحة ضد الفكرة انه الواحد دغري دغري يروح ويدرس بعد البكالوريا، لانه اذا درست شيء يعني حرفيا رح تقضي كل عمرك، ما بعرف 50 سنة بهذا المجال، واذا انت ما بتحب هذا المجال يعني حرفيا رح تكره حياتك. فانا بفضل انه بالاول فوت بهذا المجال، شوف اذا عجبني او لا، شو السلبيات شو الايجابيات وكل هدول الشغلات، وبعدين اذا عجبني بفوت على هذا المجال. فلسه انا ما قررت في وبعرف العالم رح تقول سورياز عمرك كبير، يعني بعد كم شهر رح يصير 21 ولسه ما فتي على الجامعه، مي مي مي. العمر هو بس رقم، وأنا بالأخير بدي إنه حب الشيء اللي أنا عم أعمله، ويعني ما بدي إنه أتعذب كل يوم بالفئة لأنه لازم روح على شغل أنا ما بحبه وما بيعجبني. فا هيك. شو الفرق بين الفخابيتو والأبيتو العادي؟ الفخابيتو هن سنتين، والأبيتو العادي بيكونوا 3 سنين. وكمان إذا الواحد عمل الفخابيتو فبيقدر إنه يدخل للجامعات اللي بتكون كمان فاخوخشولة، يعني ما فيكم تدخلوا لكل الجامعات. إذا عملتوا أبيتو فيكم تدخلوا لكل الجامعات، يعني وعندكم يعني بكالوريا. ويس، وياهد كان كل شيء. بتمنى اني قدرت اني ساعدكم شوي. بعرف في عندي متابعين عايشين بالدول العربية ما كتير فهموا انا هلا شو عم احكي، بس حبيت هيك اعمل فيديو للعالم اللي عايشين بألمانيا مشان قدر اني ساعدهم شوي. اذا انتو عندكم لسه اسئلة تعالوا على الانستغرام وسألوني اياها، اذا شفت رسالتكم رح رد عليها، صدقوني اذا شفتها رح رد عليها دغري دغري. ان شاء الله يومكم يكون حلو، بحبكم كثير، بشوفكم فيديو جديد. أوه. الأوتر تبع مين هذا؟ بحبكم كثير، بشوفكم فيديو جديد. اوكي حبايبي، لا تنسوا تحطوا لايك على الفيديو، كثير رح افرح.